Jo! شتيش درت؟ يخ! شتي تيليبورت كيفاش؟ خاصك دير بحال هكا وتقول لي انا بغيت نمشي لديك البلاصه راه هي. يا والله ما عقلتها كي درت ليها. السلام عليكم، معكم جديد فيديو جديد عشان رجعنا لكم في حلقه اخرى من ارك. ما غاديش نعطلكم في الانترو، غادي نبدا اللعب وغادي نبدا نشرح لكم. تكون قلت لكم في الحلقه اللي فات راه غادي نتيستيو دوك الفياله اللي روط. علاش؟ حيت غير بالزمه روطهم. دابا انا وليت جلست قلت لكم لعبت 100 ساعه، راه بقيت قاني عليهم كلهم، كنمشي كنعطيهم حتى روط جوج ليفلات ديالهم هربانين ديال بصح، ولكن خاصني نجربهم حيت جربتهم انا، ولكن بغيت نوريكم نتوما بوحدكم. غادي نمشيو نطلعوا حتى الطليعه هذه ونحطوهم في هذا القنت هذه. راني عاطيهم الامبرينتينغ وعندي ذكر وانتوا، يعني غادي ندير الميت بوستد هاد الذكر. اوكي نهز هذا واجي اخويا نركبو في الذكر. غادي نصفروا لهادي باش تبقى تابعانا ياك، وغادي نهبطوا نتعداو على عباد الله. غير بغيتكم تشوفوا الداميج باش 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 من غادي نحاول نغوت بعدا. ها هو غوت. شوفوا الداميج اللي غنعطي لهاد خونا هذا. 4000 كانت 4000. صبروا تهدني تهدني تهدني، مازال ما قلت والو. كانت 4000 فاش كنت كنضرب ديك الضربه الكبيره. اجي نوريكم الضربه الكبيره. عافاك حيدي من قدامي والمدام. اجي نجربوا في هذا. شوفوا اخوتي الضربه الاخرى. شوفوا حتى فين يبان شي جيجا ولا شي زعتر. راه تنقول لكم هذا راه قوام الجيجا، راه الاخر، راه الاخر، راه الجيجا نضربو جوج ضربات غادي يموت. هذا ما تيضحكش. شتي هذا ومرتو ما تيضحكوش. هات غادي نجي لهنا مثلا نضرب هذا عاوتاني، شحال غادي يعطيك الداميج؟ شوف شوف هاتي انت قربات. ناري فيني فانش. الكيكا راه كاع الا كثر، كاع الا كثر كيضرب ب 7000 8000 10000 ماكس. هذا راه كيضرب ب 17000. عرفتي شنو هي 17000؟ المهم هذا راه تبلوك لنا هنا. يعني الاخوان انا عارف الدراري اين فوا غيسيقوا الخبار وغادي توصلوا الدراري بلا راه كاين شي ديناصور حسن من الكيكا، كلشي غادي يبغي يروضو. ولكن الا بغى يروضو شنو الديفو اللي كاين؟ الديفو هو انه ما غيلقاوش محيا. داكشي علاش فهاد الحلقه هادي غادي نقدو لهم محل فين غنبيعو محيا. وكنهضر معكم بالصح علاش انا قديت هاد لي بلاتفورم كاملين. تيليشارجاو شارجاو. الا جا شي واحد من هنا غيبان ليه الديكور هكذا. مازال ما كملتش ولكن غير هادشي اللي درت. غنحاول نحيد هادي باش يبان لكم مزيان. دابا الا جا الواحد فرضا انا دابا جاي بحال هكا، نطلعو من الفوق حسن. مع غادي يدخل كاين هاد الساحة هنا فيها الكراسة، وكاينة ساحة أخرى هنا، وكاينة ساحة أخرى لهي، وكاينين جوج ثلاثة ديور لهي. دابا البلان ديال هاد الساحة هادي اللي هنا، شوفوا كي درت لها الدروج من الجناب، ودروج من هنا، زدت شي لقدام، ودروج من هنا. علاش؟ حيت أنا محتاج هاد البحيرة هادي. أنا غنشرح لكم هاد الحلقة هادي علاش محتاج البحيرة. جينا نشوفوا هاد الطليعة هادي، غادي نطلعوا مع هاد الدروج هذا الفوق، وغتلقاوني داير هنا التورنتات، راه واحد الفوق واحد لهي واحد لهي، اللي قرب غيموت، ما كاينش الضحك. علاش؟ حيت هادشي اللي عندي هنا فهاد البلاصه هادي بالضبط هي اهم حاجه عندي فهاد الارك كامله. جرين هاوس الاول غتلقى فيها هاد خونا هذا اللي كيعطينا السماد، عندك الاشكال والانواع، الحامض، بطاطا، خيزو، اي حاجه بغيتيها كاينه هنا. وهنا جامع فيه الخضره ديالتي والحبوب وداك التخرب. دابا عوم معايا الفيلم. هاد الجرين هاوس هادشي لاش لايق. الجرين هاوس الثاني هنا عندي الببوش. الببوش لاش لايق والبطاريق لاش لايقين. الا جينا عند هاد خونا هاد الكوليكتور هذا اش غادي نلقاو عنده؟ اكتيفيت لقاو عنده 8000 ديال سمينتينغ بيست. يعني انا ما غنحتاجش نقاد سمينتينغ بيست. منين جا هاد سمينتينغ بيست؟ من الببوش. فاش كتجي الببوش كتخليه هنا كيبقى يطلق سمينتينغ بيست وهذا كيجمعو. ساهله. يعني انا غادي نولي بلاصه نمشي نكرافتي سمينتينغ بيست اللي كنتسنى انا في الاخر تاع بالزمه جاب لي 1000 ديال سمينتينغ بيست. هذا عطاني 8000 غير كيضحك. ها كتدخل عنده كتلقى عنده 8000. ها هي 8000 من عند هاد خونا هذا. عاد هاد الاورغانيك بوليمر منين جا؟ جا من عند البطاريق. يعني دابا هنا وقت ما توالدوا بزاف، وقت ما ولاو كثار، وقت ما يولي عندي البوليمر بالهبل. فهمتوا البلان؟ يعني دابا ما عنديش مشكل، انا عندي دابا جوج مزرعات كينتجوا لي داكشي اللي خاصني، الموارد الاساسيه اللي خاصني. شلا شلا بلانات شلا بلانات. دابا الاخوان من هادشي كامل دابا انا خليت محيا كتقاد هنا. شوفوا شحال ديال البرامل ديال المحيا درت. شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 8 البرامل باش كيتقادوا. دابا اجي نقلبوا كل برميل شحال جمع ليا. هذا جمع ليا 14. ويلي كاين ليك زون نشاط 12 قرعه عاوتاني هنا. راه باقي هاد جوج الشياطين. راه ليا جوج تنبعدو نعمرهم. لا خاصني نمشي نجيب باش نعمر هاد الجوجات هادو باش مابقاوش عندي القراعي. راه ليا 12 وباقي عندي جوجات مزيانه. اوكي شحال جمعنا دابا ديال المحيا؟ 106.
ناري 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 غادي ندير معاهم العلاقه انا في السيرفر حيد عليا. دابا انا داك ناحيه غادي خصني نقاد لها سطور. دابا شنو قلت؟ قلت انا غادي نهدم هاد البلاصه هادي، نهدمها وغادي ندوز طرقان لهاد البلاصه هادي، هاد الدار هادي غادي ندوز تيوات لهاد الطاحونه هادي باش الا جيت ليها من هنا نجي ليها من هنا ندخل. ها هو الباب ديالها، وهنا فين غادي نحط البرامل، غيولي البرامل ضايرين بحال هكا. ما كاين اللي كان ماحيا، ما كاين اللي كان ماحيا. ونسد ونحط قدام التورندات باش اللي قرب يموت. ودابا الا مشينا جرينا حتى الجهه الاخرى اللي كاينه لهيه، تما فين غادي ندير السطور؟ هذيك الدار هي اللي وصل الحجر، هي اللي غادي ندير فيها السطور. غادي نجيو لهنا، غادي ندخل لهاد الدار هادي. ها حل الباب، ها هي الدار. غادي نحط لهم كل واحد الصندوق ديالو، غادي تحط فيه داكشي ديالك، يعني غادي تحط فيه مثلا. دابا انا اش غادي ندير؟ غادي نكاد واحد 4 صناديق بحال هادو، غادي نحط قدامو بلاكا، واحد ديال دافوس، واحد ديال داناس، واحد ديال بوحاكم، واحد ديال مونيا، واحد ديال بيكسي، واحد ديال دوبيم، ونحط قدامهم بلايك مكتوبه فيهم السميات. فاش غادي يجي هو يبغي يشري من عندي، غادي يجي لهاد ستوريج هذا غيحط فيه الموارد ديالو، دوك الموارد اللي غنطلب ليه انا، غيحط فيه الموارد. وفاش غادي نجي انا نقلب السميات، غادي نقلب غنلقى هذا مثلا عامر بالموارد في داكشي اللي بغيت. سميت من؟ سميت اشرف، اوكي ديال اشرف. غادي نمشي نهز الكريفين ديالي ونمشي نوصل ليه محيا. كنديروا ليفريزون الصاد، جي انت حط غير الفلوس وسير في حالاتك، حنوصل لك حتى لباب الدار، نجيب لي ناحيه ديالته حتى لقدام دارو، وديك الساعه تمشي روض بخاطر، فهمتوا البلان؟ اذا هذه هي اللعبه، هذا الشيء غادي نحاول نديرو خلف الكواليس، وغادي نوري لكم في الاخر الحلقه، وحيتاش في الحلقه هذه باغي نروضو شي لعيبات اللي فين يبان هذا الشيء عاوتاني. بينا نمشيو نروضو واحد الحيوان سميتو شادو مين. هذا الحيوان هذا هو اصلا جديد في هذا الماب هذه، وخاصنا باش نروضوه جوج طرق. عندنا الطريقه الاولى، اما غادي نديرو ليه فخ تنجهدوا الكاما، اما غادي نشدوه بالطريقه البدائيه. الطريقه البدائيه شنو هي؟ هي غادي نجيو لهنا، غادي نتعلموا بعدا اول حاجه نتعلموا الباسكت هادي. تعلمنا الفيش باسكت، هذا الفيش باسكت هو الفخ ديال الحوت، كنصيدوا به الحوت، بس ما نصيدوا بالصناره، كنديروا ليه واحد تراب كنشدوا به الحوت. وثاني حاجه سميتو خاصنا نقادوا واحد السلاح سميتو الغن هذا. وثالث حاجه هي الامو ديال هذا سميتو النت. ها هي فين كتقاد حتى هي في الانفنتوري ديالي. غنحاولوا نقادو النت بعدا، هادي نقادو منها واحد 15. ها هي قاد 3. شنو اللي ما كاينش؟ الفايبر شي حاجه ما كنحمش نبدا نقاد بحال هادشي، كنخصني نبقى نجمع في الموارد قبل ما نبدا التصوير. الكان اللي غادي نضربوا به هذيك اللعيبه، هذيك اللعيبه شنو هي؟ هي الشبكه، بحال فاش كتبغي تشد شي ديك الشبكه اللي كيلوحوا على الحيوانات باش يزيروا عليهم. هذيك الشبكه هي اللي غادي ندير بحال ديال الحوت، غير هذه غادي تنفعنا حنا باش نشدوا هذا الحيوان هذا. نحاولوا نحطوه هنا ياك، ونشوفوا هذيك الباسكت بعدا. الباسكت هي غادي نقادو منها 10، ايه 10، 10 كافيين ديال الباسكت. اش خاصنا؟ 10 الحوتات. وات نمشيو نجمعوا الخشب ونجي. عرفتوا الفانجل وود فين كاين؟ الفانجل وود خاصني نمشي ليه حتى توصل البحر، هو كيكون وسط البحر، تيكون بحال داك المشروم اللي كاين وسط البحر. وات ايوا يا الله نعرفوا حتى تما ونجيو. وها هو ها هو ها هو شتي هو هذا. يا ربي يكون هو، يا ربي ما تحشوناش. فانجلود ها هو. نقدروا ناخذوا من هنا داكشي اللي محتاجين وندي معايا باش يبقى عندي في ستوك، حيتاش ما عمرني كنت نقول راه نحتاج هذا حتى اليوم. اوكي عدنا الى المنزل، غنجيو لاي ستوريج عاوتاني، نلوحوا فيه 5000 على 1600. اوكي نكرافتيو دابا داكشي، من الصباح انا نقول لكم بغيت نكرافتيها. هذه قلنا نديروا منها 15 ياك، عطيني 15. الاخرى سميتها نت، نت شي لعبه هادي تاهي بغينا منها 15 حتى هي. صافي دابا وجدنا داكشي اللي خاصنا، قال له واحد اللعيبات. نمشيو دابا نخرجوا لقدام الدار، البحيره ديالتي اللي قلت لكم علاش بغيت نخليها، غادي نمشيو نخرجوا ليها ونوريكم كيفاش غنديروا واحد اللعيبه. دابا الاخوان هنا عندنا الحوت، شفتوه؟ دابا حنا بغينا شي حوته اللي تكون كبيره. غادي نحاولوا نجيبوا هاد الباسكيت هادي، نديروا لها بلايس، وغادي نمشي نحطها قدام هاد الحوته. شي حاجه الحوته غادي كتمشى، ندير لها بحال هكا قدامها وهبطي. ها ما تحطاتش. اوكي حطت بزاف ديال الفخاخ لتحت، وتا واحد فيهم ما شد شي وحده. ها انت هي دايره حداه، وادخلي شوف خلي هذوك يدبروا راسهم. اجي نشوف هاد البحيره هادي فيها بزاف ديال الحوت حتى هي. شكون تي عضني انت؟ اجي اجي انت بغيتك اصلا، اجي لهنا اجي. نجي عندي ماشي تما. ها هي ها هي دابا خاص حتى الحوت نحلو معاه. اجي اجي انا هنا، اجي كوليني. ها هي جايه، ها هي جايه، ها هي جايه، ها هي جايه. اجي اجي بش بش. اجي 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 والله الا التفليه هرستها.
ورستيها ياك لامك. اح تشدات 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 اجي ها هي تشدات داك راه عيانه حدا اللي نوكلو هذا داك الديناصور اللي بغينا نتشبعو ماشي وحده غير تهرو في كرش ويجي الجوع ثاني. اوكي حيدت كاع دوك الفخاخ اللي كانوا عندي هنا نمشي نديهم لبلاصه اخرى حيتاش هنا باليا فيه الحوت اكثر من تما. حق الاخوان وقع قبيله واحد المشكل فاش كنت كنكرافتي كرافتي الشوتغان خاصني كرافتي هذا اللونسر مع تلفليه مع الشوتغان وانا نكرافتي الشوتغان هذا اللي خاصني نكرافتي حيتاش هو اللي كيلوح ديك الشبكه. ثاني حاجه جيت لهنا وانا نكرافتي الصناره حيتاش فقدت الامل بالروج ولا كرافتي جوج صنارات وهاد اللعيبه باش نمشي نحاول معاهم. ما بغاش يتصيد ليا الحوت كان عند بالي راه غادي نوحل في داكشي اللي كبير صدقت واحد مع الحوت دابا انا شعيت ما نحط لهم ما بغاوش يدخلوا كاع لديك الشبكه ما عرفتش واش كندير شي ديفو واش ما عرفتش بالضبط ولكن المهم نحاولوا. حط لي الصناره هنا حط لي هذيك هنا غادي نجربها بالصناره بعدا هي الاولى. قال لك اسيدي قبل ما تصيد خاصك تقاد كرسي وتحطو عاد تجلس عاد تصيد. واش هادشي بصح اول مره نشوف هاد اللايفات. يالله احنا تحت هاد الزيتوني هذيك يالله جلس نشوف دابا واش غيعطيوني نصيد. والله لا العافات كي غندير نصيد دابا انا دابا انا قسم قبل نقلب على شنو هو الطعم اللي خاصني ندير لهم. لقيت بالله راه قال لك الطعم اللي خاصك دير هو دير لهم اي حاجه كل مره شي تخربقه ولكن من الطعم اللي تقدر دير هو العسل. وانا ديجا داير ديك المزرعه اللي وريتكم في الاول عامره بالعسل. اجي نشوفوا شحال ديال العسل تكون جمعات لينا. يلا 600 ما بغيتش 600 كامله. شوفوا كي غادي نديروا لهاد الحوت هذا اللي غادي نصيدوه بالعسل. فراسكم راه وصلت ساعه ونص ديال الريكورد غير باش نديروا هاد لابارتي من الفيديو. اوكي جلس سيدي ندخلوا الانفنتوري نحطوا سيدي العسل اولي ها هي درنا فيها العسل سير اها علاش ولات ارك صعيبه لهاد الدرجه مالها مالنا من قبيله. يلا عندي وحده راه مشكله هادي المهم نقطع الريكورد تن دابا انا اكتشفت واحد اللعيبه كيخصك تحط هادي ياك وفاش تحطها تخليهم تيقربوا حداك ها انت انفو غتقرب شي وحده ليا ونشدها. وانا كنت كنحطها وكنتسنى تدخل راه خاص ما تحطها مثلا بغيت دابا انا دخلت نادي غنحطها حداها بحال هكا بغات تجي عندي غنمشي نضربها اون فوا نضربها. شحال عندك انت في الليفل زمره هادي جبت تعضيني يلا اجي كتخليها حتى كتكون جاعره عليك تجي قصدك تبيض عضك اجي اجي واصحاباتها فينا هما هي هادي هاد الكبيره هادي بحال هاد الكبيره هادي نقدر نهبط لحدا هاد الباسكيت ديالي اون فوا يطلع لي واحد الرقم اخر شوف هي الاولى شديتها اجي 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 هنا اجي هنا هاي الثانيه شديتها صافي تحت على القالب عرفتي شحال بقيت راه ما يمكنش اصاحب راه عواجيت انا هنا اجي 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 ايو علق بالي واحد خونا حدايا هنا غيصدق هاجم عليا من بعد عليه فهمتي دابا البلان واجي نشوف شحال صيدت. تخيل ضيعت شي 50 هذيك باسكت باش يلا نطيح على هاد القالبات وقيل انا هادشي ما خاصنيش نبقى نبين لهم في الفيديو باش يوليو يجيو عندي الدراري نبقى نبيع لهم الحوت نبيع ماحيه نبيع الحوت ويلي كثرت انا كاع الخرا اجي. اوكي الاخوان دابا عندنا 2 4 6 8 9 9 الحوتات هاد 9 الحوتات هادو هما اللي غادي نمشيو بهم ولكن هاد الديناصور اللي بغينا نروضو دابا ما كاينش في هاد الكوكب في هاد العالم اللي حنا فيه دابا يعني خاصنا نسافروا ليه. الا بينا نسافروا ليه الاخوان ما غاديش نتيليبورطا. شحال واحد فيكم تيقول لك برك على هادي ويطلع لك واش تيليبورت اخويا انا بغيت نديرها بالطريقه التقليديه غادي نمشيو للكهف فين كاين تيليبورت في هاد الماب هادي وغادي نشرح لكم حتى دوك كيفاش نبقاو نتيليبورتا من قنت لقنت. الا دخلنا مع هاد الزنيقه هادي كنلقاو واحد الكهف هنا هذا هو الكهف ديال التيليبورت. انا غنهضر لكم على حاجه وحده باش الدراري الاخرين الا بغاو يديروا كونتنت في هادشي يديروه. انا دابا ما همنيش هادشي كامل هنا فين كاينين العوالم دابا هنا فين كتيليبورتا من عالم لعالم. اجي جينا جينا ناخذو هادي دابا البلان وما فيه هو الديناصور اللي بغينا ما كاينش في العالم ديالنا كاين في واحد العالم اخر من هاد العوالم كاين ثلاث العوالم واحد فيه غير الخضوريه والنباتات واحد الصفر ولا ما عرفت هادشي واحد فيه غير الثلج.
حنا غادي نمشيو للعالم الصفر. العالم الصفر غنبركوه هكاك وغنبركو على هادي هكا. حنا بدينا كنتيليبورطاو هو كيطلع لنا هاد اللعيبه، هاد الشيلد هادي هي اللي غتعاوننا باش تيليبورطاو لذاك العالم. اوكي حنا جينا لذاك العالم اللي هو هذا. شي العالم كيصفر دابا، نحطو الكريفن ديالنا واجي نشوفو هاد العالم كيفاش بلانو. شوفو العالم كيفاش داير. شوفو حنا ما همنا حتى حاجه من هادشي، خلي كل بلاصه غادي نمشيو لها بوحدها. غادي نمشيو دابا لديك الغابه، راه هي الحمراء، لا ماشي الحمراء، بغينا نمشيو للغابه الاخرى، بغينا نمشيو لهادي. هاد كاين بزاف ديال الغابات هنا، بغينا نمشيو لواحد الغابه بحال بنفسجيه. راه هي راه هي راه غنمشيو هذيك البنفسجيه، راه هي مع بعض كاينه الحمراء وكاينه البلاصه اخرى عاوتاني لهاد الجي. المهم حنا غادي لديك البنفسجيه دابا. دابا ديال الغابه البنفسجيه اللي بغينا نجيو ليها، علاش؟ حيت فيها واحد الحيوان جديد. هذاك الحيوان الجديد سميتو الشادو ماين. كيدير داير بحال تنمر، بحال الفوكس، بحال مخلط مخلط. هانتوما غادي تشوفوه وغادي تفهموا البلان. ها هو هذا الليفل ديالو 300، نمشيو ليه. فين هو؟ راه هو ليه. باش يكونوا تاهما قبيله مجموعين مع بعضياتهم. تلقى كيجبد في المشاكل هنا، لا ناعسين، هما كاينين جوج تما ناعسين. دابا انا خاصني نروضهم، ونروضهم غير بالحوت. كتعطيه، كتمشي كدوز من مورا كتعطيه الحوت، ولكن اين فوا كتعطيه الحوت ما كيشبعش، كيدور ياكلك انت، فهمتي؟ داكشي علاش جاب هذيك الشبكه، اللي اين فوا هو غادي ياكل ديك الحوته وغادي يفيق باش يعضني، انا غنضرب ديك الشبكه ونخليه مبلوكي. ولكن راه ماشي ياكلني هي المشكله. نقدر نقول لك انا عندي الدروع ما ياكلنيش، ما غيدي مني لا حق لا باطل، ولكن المشكله هي انه هو كيختفي، تيختفي كيبقى يضرب فيك وتيبقى تيليبورطا. شوف انا غنحاول نبين لكم، ولكن نقدر نموت. داكشي علاش خاصني نحط واحد الناموسيه هنا، باش الا بغيت نرجع ليها ولا شي حاجه، باش في حاله زعما مت ولا شي حاجه نلقى فين نرجع. وحده هنا، وحده هنا، وحده هنا. ايوا دابا اجي نوريكم علاش هاد خونا هذا داصر. اول حاجه بعدا غادي نهز هذاك الفردي معايا، فيه فيه اللعيبه صافي فيه. دابا جا ما وصلنا لعندو، الا خلاوني هاد القرودير. اوكي راه هو خونا فيه الناس، هو وصاحبو، يعني خاصنا نقتلو واحد عاد نشوفو الاخر. غادي نكراوتشيو ونقربو ليه بشويه، ولكن اول حاجه خاصني نديرها هي خاصني نحط واحد الحوته من دوك الحوتات ديالي. حطوها هادي اللي فيها الليفل مزيان، حطوها هنا في الزيرو ونمشيو نتحركو لعندو بشويه. شكون فيهم لي ليفل 300؟ داك الاخر ليه شحال؟ واش بجوجكم 300؟ هذا 300 وهذاك 114. شوفوا دابا خونا فاش غادي نعطيه ياكل، شنو غيدير لي؟ راه ما غاديش نضربو بهذا، غادي غير نعطيه ياكل. هانتو نعطيه ياكل، هو فاق، هو اختفى، هو اختفى. ها جاب لي دار ليه التراك، شتيه؟ انا بقيت جالس، راه واقيلا ما شافنيش، بقيت مطراكيه. راه ها فين تمشى، راه فين مشى، شتيه؟ هاو هاو جاي ليا، جاي ليا، جاي ليا، جاي ليا، ياك جاي ليا. لا نضرب مع شي واحد، راه مختفي، راه ما تيبانش، راه هو مشى تيجري. اجاب الله دير ليه التراك، هما كنت دير ليه التراكين باش نبقى نشوفو طو الدار ليا فين باقي غادي نلقاه. اجي ما حد تفرق مع صاحبو، اجي نوريكم الهجوم ديال صاحبو كي داير. علق، شوف هو فين كاين، شوف شنو غايدير ليا، شوف شنو غايدير ليا، شوف شتي كيتيليبورطا، شتي كيتيليبورطا. لا بس قتلتو قتلتو قتلتو. شكون كيضربني؟ عضني ويجرحني، داكشي علاش بقيت كندمج. شي خونا كيتيليبورطا تيو وصل حدايا وكيضرب بالضو، وشحال من لعيبه عنده زايده. يعني دابا خونا راه هو كيلهيه، ولكن لهيه في شي بلاصه. نحاول نشدو دابا بالشبكه، ما عرفتش دابا انا واش ناعس ولا واقف، ولا راه هو هذاك. راه 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 هو فاق. ايه رجعت ناعس. شافني 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 شافني. ما بغيتش نقتلو، خاصني نهرب، يا اما خاصني نهرب يا اما نخليه يقتلني، واحد في الجوج. صافي راه انساني، راه هو مشى. اوف خاصني نخليه دابا تيرجع ينعس باش نعطيه. دابا عطيتو مره وحده، باقي خاصني نعطيه شي اربعه ولا خمسه المرات. المهم الليفل ديالو ليفل ماكس، يعني راه مزيان، واخا نصبر عليه ماشي مشكل. يعني الا عطيناه هادي هو فاق، اين فوا يفيق دير ليه هكا ونعس باباه، ما تخليهش ينوض يتمشى. حيت شكون خليته كان غيتوضر ليا عاوتاني. شحال وصلتي في التيمين؟ مزيان، يعني خاصني نبقى نعطيو ليه متابعين واخا ما يكونش فيه الجوع. بلان يلا الله يعاونك، تنعاود نرجع عندك. راه صبتيني، راه نتيري فيك. هو جاي قاصدني. يلا الناس، يمكنش نوكلو زعما وهو مربوط. قال لي خاص يكون ناعس عاد تعطيه ما ياكل. شوف انت الفشوش ديال والو. اوكي حنا مشينا، المهم نوريكم من مورا ما غنسالي ليه الترويض وصافي. يا ربي ما فاقش يا ربي. شحال الساعة؟ الجوج، من 9 الصباح حتى 2 النهار باش نروض واحد. العذاب العذاب، ما كنحملش الروضات ديال الباسيف.
تيعذبوا واش تستاهل ولا غير التمارين على والو. المهم كان الليفل ديالو 300 دابا ولا 447 نقدر نكفي بلا سادل ياك. اها alright ركبنا بلا سادل اجي نتيستي الهجوم ديالو كيضرب 700 ضربه واحده 700 اذا بركني على السي كيختفي. هاي 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 كنت اختفى حتى انا ما كنطلعش من السباي كلاص ياك بلاتي الا درنا كنحيدو هذا. دابا انا الا كنت وسط شي حرب ولا شي لعبه ما غاديش نبان ليهم هكا غادي راه انا اختفيت. ايوا الا بيت فت الا بيت ندير ديك التليبورت هو بان هاد الابيليتي كان خاص تكون معايا شي نتوا واخا غادي نتوا خاصني نزيد نذكر شتي التليبورت كيفاش خاصك دير بحال هكا وتقول لي انا بغيت نمشي لديك البلاصه راه هي يا الله يا ما عقلتها كي درت ليها فاش كان هاد الهجمه ديال هذا. المهم هادشي راه ما داير ليه انا لا امبرينتينغ لا حتى شي حاجه ما معايش نذكر زعما باش دابا انت كتعطي واحد الفكر ديه هبط لي شوف داك لي فكر يدير ليه 40 40 40 هكاك زكزك نعطيه لي امبرينتينغ. دابا نيت البوشن ديال الاكسبي الله يجي ولا كيضرب بألف هادشي مازال طلعت ليهش كاع الدامج. اجي اجي يخ شركتو كتضربو كتخليه مبلوكي بالضو يعني ماشي غير كتضربو صافي. زكا نشوف نقدر نتيليبورت عندك راه هو خاصني نصبر شويه بين ما تشارجات. هيا كتشارج هي ديك الفتانيه نختفي بعدا وندير لها هذيك او بعيد الهيلث ديالو 11000 الا زدت ليه واحد شحال 12000 نزيدو حتى ل 20 باش يكون 20 راه مزيان 20000 مزيانه. الميلي داميج كلشي ميلي داميج موفمنت سبيد راه عنده الموفمنت. يلا اجي نشوف واش حاصل في الليفل. دابا وصلت تقريبا 490 ضرب هذا عاد كيوصل حداه ولا كيضرب 2600 هادشي راه مازال ما ملفلش مزيان وما معاهش الميت بوست يعني الا معاه النتوى ديالتو غيقدر يولي يضرب ديك ما عرفتش 4000 وهذا ما كيتعتبرش ديناصور زعما راه ماشي الداميج ديالو تقول لا راه عيان ماشي بحال داك الفيل. الفيل حاجه وهذا حاجه حيت هذا راه بحال لا ديب بحال لا ما عرفتش هادشي. اوكي دابا هادشي اللي روضنا شوف شوف كي شاعله فيه العافيه في عيني شوف شوف كي شاعله العافيه في عيني شو اللون ديالو كيدير. هذا من الديناصورات الجداد اللي كاينين عندنا في الماب مازالين ديناصورات اخرين غادي نروضهم في الحلقه الجايه ولكن قبل ما نسالي الحلقه شنو غادي ندير نمشي نقادو المحل ديال المحيه باش نسالي الحلقه. اوكي وجدنا كلشي دابا عاد شحال حاجه وجدت ترى الهبال باش يتحل الاسطوره ديال العشيه باش نصيفط لهم اوديو في واتساب باش اللي باغي يدخل يتقدى يدخل ديريكت حاشا من مورا ما يكونوا شافوا الحلاقي غادي يبغيو يروضوا هادشي اللي هو هاد الباب نقدر نحيدو ونديروه هنا نستفو ستوريجات كاملين نبداو من هنا عندك alright واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. دابا هنا عندنا سبعة ديال الستوريجات اللي جا غيحط فيهم داكشي ديالو. زيد نقادو بعدا الديكور باش يعرفوا بلي راه هادشي علاش كنديروه كنديروه على قبل باش تروضو شنو تروضو الفيل فهمتو صافي داكشي راه حتى هنا باش نزيد ناكد لكم ديك اللعبة راه حنا ما كنلعبوش هنا ها انت هنا يعني اللي بغى يروض داك الفيل هذا هو المكان المناسب هكداك معاك تدخل مع راه صافي الضحك ما فيش اللعب. نقادو لهم بولات باش يكون داكشي مديزايني زوين نحاولو نحط يخ خاصة وحدة معليش المهم جاو مستيلين خاصة وحدة هنا ولكن ما عندنا ما نديرو خاص نزيد لهم شي ديكور اخر ولكن غادي نحمضوها. اوكي رجعنا من مورا ما كمل داكشي اللي خاصو يدار. دابا انفو غادي تجي لهنا غتلقى مكتوب هنا محيا سطور محيا سطور انفو غادي تدخل تصنط ليا مزيان الا كانو كيتفرجو فيا تدراري ديال السرية تصنطو. عندك هنا هي البلاصة فين عندك الحق تحرك راه تفوت لهيه ولا شي لعبه راه غيضربوك التورنتات راه انا غنحط التورنت مورا ديك الدار اين فوا يزغبك لا تقلب دوك الديور شنو كاين فيهم غادي تموت. الجهه الاخرى هي كذلك ما تحاولش تسرق محيا راه تسرق محيا غتموت راه قلت لك الديناصورات ديالك راني حاط التورنتات تما دايرهم باش يقتلوا اي حاجه غتقرب هودني منك على قبل محيا غتقاتل شي ديناصور ديالك مزيان بقا تقلب تروضو ما شغلناش دابا تحمل مسؤوليتك. اين فوا غتدخل هنا عندك الاختيار الاول الا بيتي واحد محيا غتجيب لي 100 ديال البوليمر 100 ديال البوليمر لقاك حاطها في السطور ديالك. انا في انفو غنبقى ندخل السيرفر غادي نبقى ندخل ستوريج ديالك غندخل بحال هكا غادي نلقاك شي حاجه حاطه هنا اذا اسامه الرامدي حط لي البوليمر غادي نمشي نصيفط نجيب ليه محيا للدار
لقيتي واحد اخر نفس الحاجه. عندك الاختيار الاول، اما تجيب لي 100 ديال البوليمر وتشد بيرة وحده، اما غتجيب لي 5 ديال الريفايند ترانك دوك الزرقين، دوك الاسهم الزرقين، ونعطيك واحد المحيه، اما غادي تجيب لي شي ديناصور جديد وغنعطيك 3 ديال المحيات. يلا اختار، قلب على شي ديناصور جديد روض دوك هذا وجيبو لي. جبتي شي ديناصور مزيان جديد، ماشي ضروري الداميج ديالو، المهم يكون جديد عليا انا بعد. غادي نعطيك 3 ديال البيرات، 5 اسهم نعطيك وحده، جبتي 100 ديال البوليمر نعطيك وحده. عافاكم الدراري بلا تخريب، بلا ما تهرسوا هادشي ولا شي لا، حيت ما تلقاو فيه حتى شي حاجه، ولا لقى شي واحد هرس شي حاجه غادي نجي غادي نصفيها من الاخر، حيت هذا راه غير سطوره كنبيعها ماحيه، بلا ما تبقاو تطمعوا بداكشي. صافي، اللي بغى يجي اللي بغى يجي غادي يحاول يجي من هنا، ما تقربوش كاع حدا الدار. غادي تجيب الكريفن ديالك وغادي تجي من الجنب ديال الحيط، تحط الكريفن ديالك في هذه البلاصه هذه وهبط منه ودخل، ومرحبا بك في السطور ديالنا اللي هو هذا. شوف راه كل واحد، هنا ديال بيكسي، هنا ديال مونيا، هنا ديال داناس، مهدي، دافوس، اشرف، والرامدي، والدوبيم راه معايا. وات، نسيت بو حكيم، معليش باقي عندي داكشي اللي نقدر نحط، باقي عندي وحده ديال بو حكيم اصلا. غنحطو بو حكيم هنا، ها هي، نديرو ليه واحد البلاكه، ماشي مشكل بو حكيم، غنحطو ليك البلاكه من الفوق، انت الكبير والكبير جدا، انت غادي نكتبو ليك السميه ديالك الفوق، انت كاع سي بو حكيم نديرو ليه هنا، يدوي معايا شي حد نطحو، صافي. ياك سبيشال انت، راه ندير معاك شي اوفر ما كايناش. المهم هذا هو السطور ديالنا، روضنا هذاك خونا، اجي نعاودو نشوفو نطلع عليه شي طليله. اذا هو هذا اللي روضنا، هذا مازال غادي نجيب ليه الكر ديالو، غادي نزيد ليه في الدامج، وغادي يولي هربان ديال بصح، فين يبان شي حاجه اخرى. المهم ما عرفتش نحط لهم دوك الفياله هنا باش يبقاو ديكور، ولكن خاف يجي شي واحد راه ما كاريب راه يجيو يقتل لي الفياله ديالي باش ما نتمتعش بهم انا وصافي. المهم ما علينا، اللي بغى يجي الاخوان يجي كما قلت لكم من الجنب ويدخل. اذا ماشي قاعد في هذه الحلقه، نتلاقى ثاني في حلقه اخرى. طال الله.